والآن إلى جولة لمتابعة أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع الأستاذ وائل عواد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تفضل وائل. أهلا بك عزيزي والمشاهدين. قبل أن أبدأ بالفيديوهات أريد أن أتحدث عن تقرير في صحيفة ذا ماركر وهي أهم صحيفة اقتصادية في إسرائيل. عبر باحثون إسرائيليون عن تخوفهم من أن المعارضة والاحتجاجات الواسعة للحرب التي نراها في العالم بدأت تؤثر أكاديميا على إسرائيل. طبعا هم يسمون ذلك بأنه عداء للسامية، وقالوا بأنها ستلحق ضررا بعملهم فيما وتمنع تقدمهم المهني، وستضر لاحقا بمجمل الأبحاث الأكاديمية في إسرائيل. ووفق الصحيفة بات مسؤولون في عالم الأبحاث في إسرائيل يرصدون براعم لنبذ باحثين إسرائيليين في العالم أكاديميا. ووفق الصحيفة بأنه باحثون شباب في إسرائيل يخافون من أن ينكل بهم ويمنعون من الحصول على منح لأبحاث وأن يرفض التعاون معهم. وأضافت الصحيفة أنه توجد حالات أبلغ فيها باحثون من خارج البلاد نظرائهم في البلاد بوقف التعاون معهم ورفض نشر مقالات علمية دون تبرير ذلك. وفي هذا الوضع ستبقى الأبحاث الإسرائيلية متخلفة ولا توفر الجامعات في البلاد إمكانيات كهذه. وأخيرا قالوا أنهم يشعرون بمقاطعة خفية تشمل رفض قبول وتقييم مقالات لباحثين إسرائيليين ورفض مقترحات لحضور مؤتمرات في البلاد أو التوقف عن دعوة محاضرين إسرائيليين إلى مؤتمرات خارج البلاد. إذن ما رأيناه خلال الأسابيع الأخيرة من مظاهرات وغضب حول العالم، الأكاديمية الإسرائيلية وفق صحيفة ذا ماركر جدية جدا بدأوا يشعرون بما سمي بمقاطعة خفية. وإلى الفيديو الأول. وفق الفيديو الأول في قناة 12، بعد أن حرثت إسرائيل الأرض في قطاع غزة بحثا عن مخطوفين، وفي الوقت الذي فيه حوالي 12 ألف جندي داخل شمال قطاع غزة، مفاجأة في إسرائيل. تحدثوا اليوم أنه من أين خرج الأسرى؟ من شمال القطاع، مش من جنوبه، عكس المجموعتين التانيات أمس وأول أمس. محلل إسرائيلي اللي هو عميد سيجل قال يبدو أنه في مكان ما في شمال القطاع، بينما جنود الاحتلال يدخلون القطاع ويقومون بعمليات غاد هناك مع دباباتهم، في مكان ما قريب كان هنالك الكثير من الأسرى، واستطاع مقاتلو حماس أن يخفوا ذلك ولم ينتبه الجنود لأسراهم. وقال سيجل يبدو أن المخطوفين كانوا في مكان جيد، يعني بقصد أنه بعد في أماكن لدى حركة حماس في شمالي القطاع جيدة وآمنة ويمكن أن يختبئ فيها مش بس مقاتلي حماس إنما أيضا الأسرى بأمان. طبعا بس واحد اليوم سلم في معبر رفح، سنأتي عليه بعد قليل. وقال المحلل أن هنالك مسلحين في شمال القطاع خرجوا وتظاهروا اليوم وسلموا بشكل يعني تظاهري وسلموا الأسرى، وكانوا في الاستديوهات مصدومين وتقريبا لا يجدون تفسيرا كيف يمكن لكل هذا أن يحدث في شمال القطاع اللي فيه 12 ألف جندي واللي حرثوه حراث واللي تقريبا بطل فيه ولا بيت قايل للحياة، ومع ذلك حركة حماس تتصرف هناك، تأسر رهائن، تبدل رهائن، يخرج مسلحين من عندها يقفون مع الرهائن يتصورون بشكل تظاهري. هذا عقدهم اليوم بطريقة ما، هذا ما شعرت على الأقل وقالوا في تحليلاتهم. أنتقل معك عزيزي إلى الفيديو الثاني. من فقط مر من معبر رفح، يعني اللي قبل أسرى اليوم من نقطة شمالية القطاع، واحد فقط مر من معبر رفح، وكان هنالك امتعاض في الإعلام الإسرائيلي وتعليقات وتلميحات بأنه مش راضين عن اللي صار. هنالك شاب هو إسرائيلي ولكن معه مواطن روسي أيضا، عمره 26 عام، وفق الإعلام الإسرائيلي بأنه من تدخل أمام حركة حماس بشكل مباشر هو الرئيس بوتين. وكانت التعليقات في الاستديو أنه بوتين مقرب من حماس وهنالك علاقة صداقة كيف قالوا بين بوتين وحماس الرئيس الروسي.
ومن طبيعة ولحن التعليقات بدا بأن ذلك لم يرك لهم، وخصوصا بأن روسيا لم تدخل إسرائيل ولم تعلمها بالموضوع أصلا. وكان هنالك نقاش بأنه هدف بوتين من أن لا يخبر إسرائيل، وبأن حماس أوصلت رسالة للعالم بأن إذا الرئيس الروسي طلب سيأخذ ما طلبه دون ضغط دون مفاوضات وبشكل هادئ جدا. يتحدثون عن 8 أسرى آخرين معهم مواطنة مزدوجة أيضا إسرائيلية وروسية، وقالوا قد يطلق سراحهم بعيدا عن كل مفاوضات إسرائيلية، وهن متضايقين من هذا الموضوع، حاسين روسيا إلى صف حماس. إلى الفيديو الثالث، وباعتقادي من المهم التركيز في النظرة الاستعلائية بأبشع صورها والعنصرية بأبشع صورها في قناة 14. ناقشوا لماذا لم تعثر أو تؤخر حركة حماس تسليم الأسرى اليوم كما حدث بالأمس، تعرف صار تأخير في الساعات الأخيرة أمس. في استديوهات أخرى غير 14 قالوا السبب بسيط، حماس رفضت بأنه ليس كل الشاحنات تمر من جنوب القطاع إلى شماله. أمس كان العدد 61، اليوم رفع العدد لـ100، فما كان في سبب لتأخير الصفقة. ولكن كيف محللي قناة 14 بحلوا الموضوع؟ قالوا ما يلي: لأننا هددناهم، لأننا أخرجنا طائرات تحوم حول قطاع غزة فانضغطت حماس. طبعا هاي المعلومة ما سمعتها غير هدول العنصريين تبعون قناة 14، ولا قناة تانية قالت بأن طلعت طائرات تحوم حول غزة وتهدد، إلا الصحفيين هون يتخيلون ما يروق لهم، الله وكيلكم. البقية حكوا عن وساطة، مبعوث قطري أصلا هو يتواجد منذ أيام في تل أبيب، وقالوا بأنه يتحدث مع الأمريكان وينتهي الموضوع بتبديل الأسرى بهذه الطريقة، إلا هؤلاء يتحدثون لأن القصف ولأن الجيش وما إلى ذلك. ومع أن الموضوع تم بتبادل الأسرى كما قلنا، تصر القناة على القول بأن القصف وعمل الجيش وإيلام القطاع هو الذي أدى إلى عادة الأسرى الإسرائيليين. يعني بالاستديو ترون حالة إنكار كاملة عند اليمين بأن هنالك تبادل أسرى. طبعا تهديد بالاستديو لحركة حماس أن غدا سيعود القصف، وغدا هو ليلة الغد هو عمليا اليوم الحاسم في موضوع الهدنة، لأنه آخر يوم تبديل أسرى. وقالوا بأن السنوار يحتاج لهذه الأيام الهدنة لكي يأتي بمخطوفين، ولكن يجب إعادة القصف. يعني يهددون ويطالبون بإعادة القصف من الاستديو. يمكن مش هذا جديد، الجديد ولا بجيبوا سيرة تبادل أسرى، بقولوا بأنه الضغط هو الذي أدى إلى هذا الجو والقصف. يعني منطق فاشي بأبشع صوره تسمعه من محللين، فيه حتى إنكار لحقائق يعني كانت الحكومة الإسرائيلية جزء منها. أنتقل للفيديو الرابع. محلل إسرائيلي معه معلومات ملفتة من تحقيقات كانت صباح اليوم مع أسرى إسرائيليين أخرجوا من القطاع، تعرفوا بيسألوهم وين كنتوا، شو سويتوا، كيف كان الوضع وما إلى ذلك. جاء بشهادات أنه بالأيام الأخيرة للأسر ببساطة بدأ الطعام ينفد عند الأسرى، أصبحوا يأكلون فقط كل يوم القليل من الأرز. الملفت أنهم كانوا وفق الصحفي يتقاسمون الطعام مع الخاطفين، يعني الخاطف مثلا جيب طنجرة رز يتقاسمها بالتساوي بين مقاتل حماس وبين الأسرى الإسرائيليين. ويقول المحلل الإسرائيلي أنه أصبحت لديه قناعة أنه واحدة من أسباب الهدنة هو حقا فقدان أمور أساسية حياتية أساسية في القطاع، وليس فقط كما حللوا كل الأسابيع الأخيرة تعبئة الذخيرة، وأن السنوار يريد هدنة لكي يعبئ الذخيرة ولكي يعيد التواصل مع نشطائه على الأرض. بالمناسبة معلومة أخرى مفادها أن مقاتلي حماس كانوا يأخذون الأطفال للتشمس على الشمس، لأن الوضع في الأنفاق حيث يحتجزون الأسرى ليس أفضل ما يكون، لا يصلها الشمس وهنالك رطوبة. يعني مقاتلي حماس وفق هذه الشهادة كانوا يهتمون أيضا بصحة الأطفال. أمر آخر، معلومات لصحفيين إسرائيليين تقول أنه على الأغلب
سيكون هنالك إضافة يوم أو يومين على الأقل للهدنة، وهذا شبه محسوم، والموساد والمفرد القطري بدأوا العمل على تفاصيل اليومين الإضافيين. غدا رئيس السي آي إيه جاء إسرائيل، من جملة أهداف هذه الزيارة هو هذا الموضوع. ننتقل للفيديو الخامس. أهم شيء ينشرون اليوم ليس تحليلات إسرائيلية، يعني أغلب وقت الهواء البث في إسرائيل مش تحليلات، إنما مباشر وعشرات التقارير التي أعدت عن الأسرى، الأسرى اللي تم إطلاق سراحهم والأسرى اللي أطلق سراحهم اليوم، وعن فرح الأسرى وعائلاتهم بالعودة إلى بيوتهم، وتشديد أن المعلومات للجيش واضحة، كونوا جاهزين لاستمرار الحرب، وحالة يعني عند قسم من المحللين أستطيع القول حالة من التحمس لاستمرار الحرب. طبعا ما في أي ذكر ولا أي صورة لا لأسرى فلسطينيين ولا لعائلاتهم التي تستقبلهم. اللي بسأله الغريب، لماذا يعني كل هذا التحمس لاستمرار القصف، ما داموا هم أنفسهم يلخصون بأن كل الحوالي 50 يوم التي مضت لم تحقق فيها الأنجاز الأهداف، لم تنجز الأهداف التي وضعتها حكومة الحرب لنفسها. إذا كان كل هذه المدة مضت دون تحقيق إنجازات وفق هدول المحللين نفسهم، فلماذا الاستعجال العودة إلى الحرب؟ لدي شعور بأنه منطق الانتقام هو الذي يسيطر في هذا الموضوع. أنتقل للفيديو السادس والأخير. بالإضافة قلت بأنه لفرح الأهالي وتجاهل كامل لموضوع الأسرى الفلسطينيين، يقولون بأن القيادة الإسرائيلية تستطيع أن تقف وتقول أريد أيام إضافية للهدنة. تحت أي منطق؟ بأنه تستطيع إسرائيل، لديها قوة كافية بأن تعود للحرب متى شاءت. يعرضون الصور الأهالي استقبال الذين ترونهم على الشاشة، ويتساءلون يتناقشون بأنه ماذا سنقول لبقية الأهالي الذين يرون، يعني بقية الأهالي اللي أبنائهم ما زالوا في قطاع غزة، يرون الآن هؤلاء الأهالي اللي إسا أطلق سراح أبنائهم يحتفلون، ماذا سنقول لهم إذا أتت حماس وقالت مثلا لدينا أربع أسرى ونريد يوم إضافي؟ نقول لهم لا تأخذوا أبنائكم، لا تفرحوا كأبناء أو كأهالي من أخرجوا اليوم. قالوا إذن لتستمر الهدنة، خصوصا بأن بايدن قال اليوم بأنه من جهته لتستمر الهدنة طالما هنالك إطلاق سراح أسرى لتستمر. تساءلوا أيضا، لدى حماس حوالي تقريبا 180 أسير بضل بعد هاي الجولة، هذا معناه بأن لدى السنوار أصبحت المعادلة واضحة، طالما هو يطلق سراح أسرى وأيضا بشهادة بايدن نفسه، إذن يمكن أن يكسب أيام هدنة إضافية. قالوا إذن ستستمر الهدنة طويلا. قال محلل آخر كلا، كل 10 أسرى يكون هنالك يوم هدنة، وفيش تنزيلات، فيش تخفيضات في الموضوع. صحفية إسرائيلية قالت لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تقف بهذا الضغط أمام العائلات الإسرائيلية التي ترى الآن عائلات أخرى تستقبل أبنائها، وقد نكون مجبرين إلى استمرار الهدنة أيام وأيام وأيام. وأنا قلت أمس بأن محللين إسرائيليين بدأوا يعني يقنعون أو يهيئون نفسية المجتمع الإسرائيلي بأن الهدنة قد تستمر أسبوع أو أسبوعان أو أكثر، مع تشديد كل الوقت تشديد مع خطين يحطوا عليها ماركر بأن الحرب مستمرة. كان هذا تلخيص أهم ما جاء في الإعلام الإسرائيلي اليوم. أعود لك للاستوديو صديقي.